السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. تفسيرنا النهاردة هيكون عن رؤية العباءة أو العباية للمتزوجة في المنام. إذا رأت المرأة المتزوجة عباءة بيضاء في المنام دليل على حسن عبادتها، ويمكن أن ترمز العباية البيضاء لتحسين أحوال زوجها المادية وتيسير الأمور عليهم والبركة في الرزق. وعندما ترى المرأة المتزوجة أنها ترتدي عباءة سوداء دل هذا على الستر والعفة والكرامة، كما أنها تكون على الخير ودليل على تحسن الأحوال لأهل بيتها. كما أن العباءة للمرأة التي لا ترتديها في الحقيقة تفسيرها سيء، فإذا رأت أنها تلبس عباءة سوداء دل على أن أحد أقاربها سيفارق الحياة أو أن هناك هموم في حياتها كثيرا. وفي حالة حلم خلع العباءة في المنام فهو دليل على زوال الهموم من حياة المتزوجة. من رأت في منامها أنها تمتلك عباءة جديدة وأنيقة دل هذا على أن حياتها الزوجية سعيدة للغاية. وأما رؤية العباءة في المنام وكانت قديمة فتدل على حدوث مشاكل بينها وبين زوجها. كما أن رؤية العباءة تضيع في المنام للمرأة المتزوجة هي فعل غير محمود ويشير إلى مشاكل زوجية بينها وبين زوجها. وإذا رأت المتزوجة أنها ترتدي عباءة ملونة في المنام دل على صلاح عبادتها ودليل على أنها امرأة تتقي الله في معاملاتها مع الآخرين. ومن رأت في منامها أن زوجها يهديها عباءة في المنام دل على خوفه عليها وأنه يتقي الله فيها ويطعمها من رزق حلال. وارتداء العباية في منام المتزوجة يعني الستر والعفة للرائية، واختفاء عباية المتزوجة في المنام يشير إلى تأخر حملها. ارتداءها عباية ممزقة في المنام قد يكون إشارة إلى تعثر ظروف زوجها وقلة المال في المنزل. وشراء العباية الجديدة ولبسها في المنام للمرأة المتزوجة هي علامة على أنها ستتخذ الكثير من القرارات الهامة في حياتها والتي ستبدل وضعها للأفضل. وإذا كانت المتزوجة حامل فالعباية من الرؤى الجيدة التي ترمز إلى المال الوفير والرزق، بالإضافة إلى أن الولادة ستمر على خير وسيكون الطفل معافى من أمراض حديثة الولادة. العباية في منام الحامل علامة على أن الرائية ستتمكن من التخلص من الأفكار والظنون السيئة التي تسيطر عليها حاليا. لبس العباءة البيضاء في منام الحامل دلالة على اقتراب موعد الولادة، لذلك من المهم أن تكون متأهبة لتلك اللحظة. ورؤية العباية في منام المتزوجة بوجه عام فهي دلالة على أن حياتها تشهد حالة من الاستقرار وخاصة في علاقتها الزوجية. العباية في منام المتزوجة دلالة على أن زوجها سيحصل على وظيفة جديدة سيتمكن من خلالها من سد كافة احتياجات المنزل. شراء العباءة في منام المتزوجة علامة على أنها تمتلك الحكمة الكافية من أجل التعامل مع كافة مشكلات حياتها. أما خلع العباية في منام المرأة المتزوجة فهي ترمز إلى النجاة من المشاكل التي ستضعها فيها الحياة رغما عنها. فالعباءة للمتزوجة علامة على أن زوجها يحاول طوال الوقت أن يحافظ عليها، وفي حالة رؤية العباءة البيضاء للمتزوجة دليل على تحسن الأحوال والتقرب إلى الله عز وجل. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسيرات جديدة ومتنوعة. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.